مقاربة جديدة لملف التغير المناخي تطرحها تقارير علمية مشددة على ضرورة ترابط هذه القضية مع قضية نقص التنوع البيولوجي، ويقول العلماء إن القضيتين لهما نفس الآثار على حياة الإنسان ويتعين معالجتهما على نحو عاجل. فما هو نقص التنوع البيولوجي؟ وكيف يمكن ربطه مع التغيير المناخي؟ نفهم الموضوع مع ضيفنا من لندن، الأكاديمي والباحث في قضايا البيئة دكتور نعيم الأنصاري. دكتور نعيم، أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار. كيف تنظرون إلى هذه المقاربة الجديدة، وما هي هذه النقاط المشتركة بين نقص التنوع البيولوجي والتغير المناخي؟ وأنا أنتظر منك تفسير عن هذا النقص البيولوجي. في الواقع نحن في بيئتنا في الوقت الحاضر نواجه كثير من التحديات التي بدأت تظهر جليا واضحة بالنسبة لتأثيراتها على الإنسان وتأثيراتها على التنوع البيئي الحياتي. السبب في ذلك، أولا عندنا مشكلة اللي ذكرتيها، الاحتباس الحراري، ارتفاع درجات حرارة جو الأرض تسبب لنا مشاكل في القضاء على بعض أنواع الكائنات الحية التي لا تتحمل هذا التغير الحاصل بسبب أنها فقدت مواطنها وبيئتها التي الطبيعية. ناهيك عن أن الإنسان هو نفسه بدأ يتعرض إلى مواطن الكائنات الحية أو هذه الأحياء المختلفة من خلال تدمير مواطنها، من خلال إزالة الغابات المطرية، من خلال الجفاف الحاصل، من خلال عدم يعني الاهتمام بهذه بالتنوع البيئي في مناطق كثيرة في العالم، مما سبب نقص كبير في أنواع الحياة الموجودة. هذا الارتباط الذي الموجود ما بين الإنسان وهذه الأحياء موجود من الأزل، ويعيش في وفق نظام متوازن بيئي متكامل. فإذا احنا استمرينا على هذا الاتجاه من قبل الإنسان في الاستفادة الغير مدروسة الغير مخطط لها في الاستفادة من موارد الحياة، سوف نقضي على هذه او نقضي على الكثير. لكن دكتور نعيم، هل المعالجه مشتركه او مرتبطه؟ يعني عندما نتحدث عن معالجه نقص التنوع البيولوجي ومعالجه التغير المناخي، هل يمكن اعتبار هذه الطرق نفسها تصب في نفس المكان في نفس النتائج؟ نحن باستطاعتنا طبعا ان فعلا هي التغير المناخي اثر بشكل كبير على التنوع الحياتي او البيولوجي بالنسبه للكائنات الحيه، لان ارتفاع درجه حراره مثلا المياه البحار والمحيطات والانهار يجعل اكثر من كثير من هذه الكائنات البحريه او المائيه ان تهلك، ناهيك عن اللي تعيش في الغابات وفي المناطق التي المكشوفه مثلا ايضا تتعرض لهذه الحراره المتزايده. لكن الإنسان هل يستطيع أن ينقذ هذه الـ يعني التنوع البيولوجي؟ نعم يستطيع الإنسان، وأبسط مثال على ذلك ما قامت به دولة الإمارات من خلال إنجاز جزيرة بنياس التي تحتوي على كائنات حية أو حيوانات برية أصلا موطنها مو الإمارات، لكن بدأت تهيئ لها وسائل الحياة من غذاء ومن بيئة، فبدأت تتكاثر حتى بعض من عندها كان يعني معرض للانقراض، معروف عنا هذا الظبي كان معرض للانقراض، أصبح الآن غير من ليس من الحيوانات التي معرضة للانقراض. فيستطيع الإنسان، لكنه الإهمال والشراهة. يعني ما هو تفسير مثلا إزالة الغابات المطرية في البرازيل التي تحتوي على 1.5 مليون نوع من الكائنات النباتية والحيوانية والحشرات وغيرها من الكائنات الصغيرة المجهرية، هذه كلها سوف تقضي عليها. نحن معرضون الآن إلى أن نفقد من ثلث إلى نصف هذه من التنوع البيولوجي بالكامل. وهذا التوجه من قبل الإنسان
سيفقد مليون نوع. دكتور نعيم، التقرير اللي نتحدث عنه اليوم دعا الحكومات إلى سن سياسات وحلول تستند إلى الطبيعة لحل الأزمتين معا. على ما يجب أن تشدد هذه السياسات؟ يعني شو اللي بنقصده بالاعتماد أو الاستناد إلى الطبيعة؟ تحويل المساحات المكشوفة إلى مساحات خضراء، وهذه ما تساعد أيضا على خفض التغير، مشكلة التغير المناخي، وبعد أيضا توجد أيضا مواطن أخرى جديدة إلى أنواع مختلفة من الأحياء البرية وغيرها من الحشرات. يعني تصور إحنا لا منهي الظروف لأبسط الحشرات اللي معروفة، النحل مثلا، هذا النحل إذا قضينا عليه هل إحنا سنفقد العسل فقط؟ لا، نحن نحتاج النحل لأن يقوم بعملية التلقيح لكل هذه الأنواع من الفاكهة الموجودة في الأسواق. هذا النحل له دور كبير فيها، فهذه الحشرات ضروري أن نحافظ عليها كباقي أنواع التنوع البيولوجي اللي موجود. هي هذه المشكلة، لكن نحن لا ندرك التغير. يجب أن يكون هنالك ضغوط على هذه الحكومات، و الآن هنالك كثير من الكلام حاصل في مجموعة السبعة، قادة السبعة اللي موجودين في بريطانيا في مدينة كورنوال، وهنالك احتجاج أيضا. يعني تصوري هنالك إحدى النساء الكبيرات في السن تحمل لافتات تقول أريد الحياة لمستقبل أحفادي. هذا هو الضغط يجب أن يوجه على الحكومات حتى تأخذ قرارات وتبدأ بشكل جاد لإنقاذ التنوع البيولوجي، ونفس الوقت من خلال أيضا خفض مشكلة الانبعاث الكربوني، حماية النظم البيئية بأسرها، هذا ما أكد عليها التقرير. شكرا دكتور نعيم الأنصاري على هذه القراءة، الأكاديمي والبحث في قضايا البيئة دكتور نعيم الأنصاري من لندن، شكرا.